ده صح يا استاذ نور، يعني هو يتخلص من فكره ملامحه. اه ده صح. دي بداية مفتاح فن الممثل الحقيقي. وعشان كده رأي شخصي خاص بي، يعني ما قريتوش في أي كتاب، إن يا بخته الممثل أو الممثلة اللي ملامحهم محايدة بصوتهم محايد. يا سلام، ليه هنا؟ ده رأيك انت؟ آه، لأن بيبقى عنده مساحة يروح قد في كل كده حتة. جبارة. سعاد حسني ملامحها محايدة على فكرة. سعاد حسني عينين سعد ملامحها حسني دي محايدة، تخيل. محايدة، عينين سعد حسني محايدة. آه هاتها بقى وهي عاملة اسمها إيه، حسن ونعيمة الأولاني ده، هاتها جبارة. في شروق وغروب، غروب وشروق، هاتها بئر الحرمان، مسجد كرنك. تماثيل. لا بس هي وشها انت بتصدق انها فلاحه، طبعا اصدق اكيد. انها طالبه، اصدق. لكن مش يعني في اسماء مش هقدر اذكرها لان لها تقديرها الكبير، لكن اجي مثلا في بعض الممثلات الكبار، يعني هي بنت زوات مش عارف تخرج. والجاموسه ماتت وهي بتبطي على الجاموسه كانها بتحسس على كنبه قطيفه، ما يعني هنا تمشيش. وانا بتفرج استفز. لا يبقى سناء جميل بقى، بقره الله وعين يرحمه. اخوتي واقطع هدومي واحده من البقره لان هي حياتي. طبعا. طبعا. فهنا الملامح المحايده بتدي هذا التميز، بعكس بقى الوش المميز قوي والصوت المميز قوي بيحبسك، بيحبسك. بيحبسك من وجهه نظر المخرجين في ادوار معينه. فزي مثلا حسين فهمي، ناس كتير ما تحبش تشوفه فلاح او صعيدي، ملامحه ملامح حسين مستحيل يبقى فلاح او صعيدي، مع ان في المنصوره فلاحين شبه حسين، في وفي تركيا صعيده المشتريه كلها. اه وفي صعيده في الاقصر واسوان في بنات صغيره بشوفهم زي القمر عينيهم ملونه، لكن الميراث التقليدي عند ده الناس السعيده ان محمود الملامح مرسي، دي يبقى عظمه محمود محمود مرسي، مرسي. فريد شوقي، عبد الله غيث الله يرحمه، طبعا. يبقى كده. فهنا عز العلايلي. فهنا انا سعيد بكلام احمد وبقوله دلوقتي انه بيحاول يتخلص من هذا الانطباع اني لا انا مش واد حليوه، لا انا ممثل. وابقى واد حليوه برضه في ومنين وقت لا اخر. زي الان ديلون، زي في نجوم كبيره زي القمر وممثلين جبابره مواهب جباره. She is so coy. I love it.